السلام عليكم اخوان، ما شاء الله عندنا الكوبلة ديال الكابوسا. اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، نصيفطو الكابوسا اللهم بارك. غادي نمشيو لمدينة علال التازي، وتحياتي للناس ديال علال التازي. وعندنا واحد 4 ديال البياسات غادي لمدينة فاس ديال الطاكلة. تبارك الرحمن، ها الكابوسا في صحة جيدة. معتذر يا اخوان، اليوم ما ولع عليكم ما والو، ان شاء الله دابا نولعكم في الجديد. اللهم بارك الكابوسا. كوبلا غدا لمدينة علال التازي، الصديق ديالنا الله يسخر ليه تبارك الرحمن، هيا بصحة جيدة. وعدنا الإخوان اللهم بارك، جوج كوبلات ديال الطاكلة غادي لمدينة فاس، كوبلة قرية وكوبلة بيضة بالتاج وبالوردة ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل عليك رسول الله. هادو غادي لفاس دابا نشدو الطريق، والله المحطه ولات زيان. شي غادي في الكار، شي غادي في لاجونز ديال الغزاله. ومرحبا بكم، اللي يحتاج اي حاجه مرحبا. اللهم بارك، بيسات الملاح الله يسخر لهم عليهم. مرحبا بجميع اللي خصته اي حاجه، نحن في الخدمه الاخوان تبارك الرحمن. بيسات في الصحه جيده، حاولنا نجمعهم للكوريا وكذا. هادو غادي لفاس. السلعه الاخوان الكابوسا تبارك الرحمن، ها الطاكلة، جوج كوبلات ديال الطاكلة مباشرة اخوان من محطة ولاد زيان. هالأمانة الله يسخر الجميع، واللي يحتاج شي حاجة نلقى فيها.